أحسن الله إليكم. قول السائل: هل يكره التسوك في مجالس العلم؟ هل يكره التسوك في مجالس العلم؟ لا، ما يكره التسوك في مجالس العلم إلا إذا كان يظهر له رائحة لفمه تؤذي الحاضرين، فإنه لا يعمل هذا الشيء. أما إذا كان عادي ولا يظهر له رائحة فهو سنة، السواك سنة في المجالس وغيرها. نعم.